كابتن احمد حسن، اشيك واحد في مصر. كابتن احمد مساء الخير. كابتن حازم مساء الخير. هنيك الاول على اشيك لعيب في مصر برضه عشان ده لقب كبير. من بعدك، من بعدك طبعا، من بعدك يا زوم. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، هي كله تمام الحمد لله رب العالمين. ومبروك طبعا. ربنا يخليك يا ابو حميد. طبعا توليك في منصب عضو مجلس اداره الاتحاد، امل فيك بقى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حبيبي، ربنا يخليك ان شاء الله مع بعض، كله مع بعض. الناس بنستغل كل العقول الشابه والمتحرك اللي شافت وعرفت، نستغلها اكيد انها تدير معانا، مش احنا لوحدنا هندير، لازم الناس كلها اللي عندها خبرات زيك احمد وزيك ابو وائل جمعه وزي الناس الكتيره اللي شافت ولفت، وميدو اسامي كتير، كابتن هاني رمزي، الناس دي كلها لازم تفيدنا يعني وتفيد الاتحاد اكيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، يعني نتمنى طبعا ان شاء الله، ولكن يعني نتمنى، ولكن انا باللي انا شايفه يعني يعني اتمنى ان يخلص الظن، لاني يعني ما هنروح طبعا لكابتن الجوهري ده اكيد، بس انت طالما خدتني في حته الاتحاد الكوره، طالما حاتم امام باسمه وخبراته ومكانته وشخصيته ان هو ينجح بالشكل ده، لا يبقى في اكيد حاجه، في حاجه غلط. طالما وائل جمعه باسمه وتاريخه، والمفروض ان احنا عايزين جيل مختلف، جيل في الفكر، جيل في الـ في الـ في الـ في الشكل، جيل في الجيل، جيل جديد، ان وائل جمعه كمان ما ينجحش، يبقى اكيد في حاجه غلط في المنظومه، اكيد في حاجه غلط. يعني انا شايف اني انا شايف اتمنى ان يخلص الظن طبعا، ولكن حازم امام وائل جمعه، الناس زي ما انت بتقول اللي موجوده، لو كانت دي موجوده، لو كنا احنا عايزين نقول فعلا الرياضه لازم تقدم لقدام، يبقى الناس لازم الوجوه دي كانت تبقى موجوده، ولكن بالشكل ده يعني مش مطمن. وليه احنا بنقول الكوره مش هتتقدم، وليه احنا بنقول المجال مش هيتقدم، وليه نقول احنا المنظومه مش هتتقدم؟ لاني لو لسه هنفضل بقى شغل التايبتات والانتخابات بشكل مختلف، لان طبعا الرياضه دخل عليها ناس كتير قوي دخلاء هم مش موجود، مش ليها، ولكن حتى في الانديه كمان، يعني مش في الاتحاد بس، ولكن الناس بتطالب، الجمهور بيطالب، يقول لك انت الرياضه بتتحسن والكلام ده كله، واحنا ما بنشوفش ان حازم امام لازم يكتسح، وائل جمعه لازم يكتسح. يعني طبعا لان الناس هتيجي تقول لك طب خبراته، طب هيكتسب خبرات من الناس اللي موجودين، وما احنا هنفضل حازم لحد ما يوصل 60 سنه عشان نقول ان يبقى موجود. هي لعبه طبعا. بص، لا هو في مقوله ثانيه، طب الخبرات برضو اللي قبليها، يعني ما فيش حاجات فذه برضو، هي كلها امور متقاربه يعني، لكن هي بتبقى علاقات اكتر، وبتبقى دايما الناس طبعا هي لا وفي برضو احمد طبعاً. ان اعضاء مجلس الاداره ممكن يكونوا مثلا عرفوا المشاكل فين بالظبط وعالجوها، فبالتالي هم الاقرب يعني من خلال تواصل مع الجمعيه العموميه، بيعرف مشاكلهم اكتر، فبيبقى في تواصل اكتر يعني. انا بقول ان شاء الله يعني نتمنى الخير. الناس اللي موجودين كلها طبعا ناس اصدقاء ومحترمين، ولكن زي ما بقول لك ان حازم وائل بالاخص انا بتكلم على دول، ان هم ما يكونوش موجودين وبشكل قوي، طبعا ده اكيد يبقى في حاجه اكيد غلط. انما نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره اللي جايه المهندس نبيدي طبعا ومجلسه بالكامل، ان عندهم خبرات كبيره، وان هم يساعدوا الرياضه فعلا المصريه ويتقوا بالكره المصريه والرياضه المصريه ان شاء الله باذن الله. يعني نتمنى ان يخلص الظن، وان الرياضه ترجع تاني، ونبعد نتكلم على احترافيه بشكل صحيح، ما نتكلمش بقى لا على طيبطات ولا بقى شغل علاقات ولا الكلام ده، ولكن اتمنى الرياضه تكون فعلا ترجع تاني زي ما كانت من اكثر من حوالي 7 أو 5 سنين أو 6 سنين، الرياضه بشكلها اللي هو فعلا، عشان احنا منتخبنا ان شاء الله يكون موجود في كاس العالم، ينافس بشكل كويس على بطوله كاس الامم الافريقيه اللي جايه ان شاء الله.